في كثير من الولايات أجدد العهد أني سأفتح حوار مع كل الأطراف، مع كل الفاعلين السياسيين، وأنا كل أخ أو أخت في الساحة السياسية مهما كان الاختلاف تاع الرأي، احنا إخوة، احنا عايشين في بلد واحد اسمه الجزائر. ممكن ما نتفقش على أفكار، ممكن ما نتفقش على كيفية تسير شؤون الدولة، ممكن ما نتفقش على أشياء كثيرة، ولكن نتفق على وحدة الجزائر، وحدة التراب الجزائري، وحدة الشعب الجزائري، وهذا اللي يخلينا نتمسك مع بعضنا البعض. العدو الحقيقي، العدو الحقيقي تاعنا هو موش جزائري في بعضنا البعض، العدو الحقيقي هو التخلف، العدو الحقيقي هو هذا العدو اللي خارج الحدود نتاعنا اللي يتربص بنا. وراكم تشوفوا هذه الأيام هذا الكلام اللي راه يجي من الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، وكان فيه صحفيين وراح يتدخلوا وفيه